السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لي شوسون معمرين بالتفاح بالعجين المورق. غادي نحتاجوا للعجين المورق، غادي نصوبوه اليوم ان شاء الله. غنحتاج فيه 250 غرام ديال الدقيق الفورص، 200 غرام ديال الزبده خاصه بالتوريق، معلقه متوسطه ديال السكر سنيده، ومعلقه نص معلقه صغيره ديال الملح، والدقيق اللي غادي نطلقوا به العجين هذا بوحدو، والماء اللي غنجمعوا به العجين. بالنسبه للحشو ديال التفاح غادي نحتاج نص كيلو ديال التفاح، جات تقريبا 3 ديال التفاحات كتهز نص كيلو، وربعه المعالق كبار ديال السكر، ومعلقه صغيره عامره ديال الزبده، ومعلقه ما عامراش ديال القرفه مدقوقه، ونص كاس ديال الماء باش غنعسلوا التفاح. وهاد البيضه غادي ندوغيو بها لي شوسون ديالنا، وغادي نلصقوا الجناب ديالها. غادي نبداو دابا بالعجين المورق. غادي نبداو، غادي نديرو الدقيق هو الاول، ربعه ديال الفورص، الملح والسكر، صافي. غادي نجمعوه بالدقيق بالماء، هادي ما كندلكوهاش غير كنجمعوها لما يكون بارد. ستكون جامعة راسها شوية. ولا البنات، هيا من بعد ما جمعتها ما كندلكوهاش غير كنجمعوها، انا هزات لي كاس ديال العنبه الماء، ونضيفوا الماء شويه بشويه حتى تولي لكم هكذا جامعه راسها. دابا غادي نخليوها ترتاح حدانا هنا، غير حدانا بلا ثلاجه، وندوزو باش نطلقوا الزبده. دابا غادي نجيبوا 200 غرام ديال الزبده ديالنا، غادي نديرها في واحد البلاستيكه ولا بين جوج ديال البلاستيكات، وغادي نبقى في الاول نضربها هكا حيت كتكون قاصحه، عاد غادي نطلقها غير هكا بالفنك. ما خاصهاش تكون سخونه، حنا عندنا الهدف تكون شي شويه شاده راسها بارده. كما كتشوفوا الزبده ديالنا انا طلقتها هكذا غتجي. دابا غادي نبدا نطلق العجين، غادي ندير الفورص، وغنهز العجين ديالي. دابا غادي نبدا نطلق، ان شاء الله غادي نبقاو نخدمو بزاف بهاد العجين المورق باش ندير لكم بعض المملاحات. حنا اليوم دابا غنديرو بهم لي شوسون، المره الجايه غادي نديرو بهم شي مملاحه. هنا من بعد ما ضفت لها الزبده، دابا غادي نجمع هاد الجنيبات هما الاولين، باش كنغطيوها في الاول. دابا غادي نبداو نطلقها الزبده ديالها اتجاه واحد هكذا، ما تبقاوش تديوها وتردوها، كنحاولوا نطولوا. دابا من بعد ما طلقت شريط طويل، دابا غنحاول. وما حنا كما كنعرفوا بان في العجين المورق كاين جوج ديال الطرق، يا اما كنديروا سامبل تور، يعني تور سامبل كنديروه وخصنا نعاودوه 6 المرات، او كنديروا دوبل تور وكنضطروا نقتصروا غير على 3 ديال المرات اللي كنديروها. انا غادي ندير اليوم دوبل تور، دونك غندير واحد الجهه غنجيبها للوسط، والجهه الثانيه هي غنجيبها للوسط، نحاولوا نقادو الجناب. والدوبل تور هو على انك ولي نهز هذا كنضيفو على هذا،
اما سامبل توغ كنديرو غير ثلاثه ديال غير ثلاثه ديال الطبقات باش كنبداو. دابا غادي نطلق الطلقه الثانيه، كذلك غادي نضيف الفرن. وغادي نديها عاوتاني لهيل، ولا شفتوا بحال دابا الدقيق درتوه بزاف حاولوا تسوسوه شويه ما تخليوش باين. بعد ما طلقتها عاود غادي نثني عاوتاني الوسط، وهذا غنجيبو لعند الاخر، وغادي نرد هذا على هذا. غنخليها دابا ترتاح هي واحد الخمسة ديال الدقائق بلا ثلاجه بلا والو، ونعاود نطلقها الطلقه الثالثه. غادي نرش عاوتاني بشويه الدقيق من بعد ما دازت خمسة دقائق وارتاحت شويه. دابا عاوتاني غادي نديرها بشكل طولي، ثم كتجروا القدام باش تمشي معاكم. انا الطبله راه ما مسعفانيش بزاف، كاين المهم غادي نحاول لناه. بعد ما طلقت الطلقه الثالثه غادي نديروا نفس العمليه عاود، نزيدوها الوسط، وهذا عاود هو نجيبوا الوسط، وهذا نردو فوق الاخر. فوالا غادي نزيد هاد الدوغ الرابع صافي، وغادي نحبس. كما قلت لكم كلكم تكتفيو غير بدوك الثلاثه اللي درنا. انا دابا بغيت نزيد الرابع وصافي، مره كنزيد الرابع كيجي فيه طاج باين كثر. دابا نفس الطريقه صافي، هذه التاليه كنجيبو هادشي الوسط، نتوما شتو دابا الزبده صافي ولات كتلصق في العجينه. فوالا صافي، دابا غادي نغطيها بواحد فيلم اليمونتيغ ونخليها ترتاح على ما صوبنا الحشو ديال التفاح. بالنسبه للحشوه البنات، انا تكون كما كتشوفوا قطعت داك التفاح هكا شرائح بحال هكذا، وضفت القرفه ودرت هادشي كله في واحد المقله، القرفه والزبده، وغنضيف السكر سريده 4 ديال المعالق، ونص كاس ديال العنبه ديال الماء، وغنخليو هاد التفاح يتعسل مزيان مزيان، ونرجع معكم على عافيه مهيله. فوالا البنات هانتوما كتشوفوا كيفاش تعسل، كتبقاو تضغطوا عليه هكا بهاد الباله هادي صافي، هانتوما كتشوفوا تعسل هو هذاك راه طاب مزيان صافي. غادي نطفي عليه ونخليوه يبرد. دابا البنات خديت طريف من العجين، هانتوما كما كتشوفوا الفيطاج ديالها. دابا غادي نطلقها باش نبدا نعمر، كنرشو شويه بالدقيق ولا بدا الدقيق، هي هو اللي درتو بحال دابا هكا بكثره، سوسوها شويه. كما كتشوفوا دابا غادي هنا طلقتها، طلقوها شويه رقيقه، ماشي رقيقه بزاف بزاف ولكن المهم رقيقه هكذا. دابا ضفت تقريبا معلقه عامره في كل جهه، وغادي نجي لهاد البلاصه هذه اللي غادي انا غادي نقلبها على الجهه الاخرى، غادي ندير لها هاد الجراره هذه ديال الربع، غندير غير واحد فلحه هكا الوسط، هذه اختياريه اللي بغا. وغادي نجيب بيض البيض، انا شفتو هنا البيضه درتها كامله في زلافه، غادي ناخذ غير البيض ديالها غادي نلصق به هنا الجناب باش نضمن ما تفتحش ليا. الصفر بلاش الصفر، غادي ندوغيو به الوجه ملي هكذا البيض صافي، غادي نثني هكذا
وغادي نجيب هاد القطاعه هذه بها غادي نضغط فوالا بحال هاد الشكل هذا وغادي نضغط على هادو باش ما تخرجليش صافو غادي نديرها في اللاطه والفران يكون كيسخن كما لاحظتوا البنات هاد الجناب هادو درت لهم هكذا بالفورشيط ضغطت عليهم مزيان بالفورشيط بحال هكذا صافو دابا غادي نخلط هذاك الصفر البيض مع بياض البيض البيضه كامله نخلطوها وغادي نبداو نضغيو بهم لي شوسون ديالنا هاد الزواقه اختياريه اللي بغى يديرها هكا اللي بغى غير يسدهم غير هكاك يسدهم اللي بغى الفران نكونو كنسخنو على 180 درجه صافي غادي ندخلو ميطيبو ونرجع معاكم فوالا البنات هانتوما كتشوفو بعد ما خرجتو من الفران هانتوما كتشوفو شو كي كيجيو صافي بالنسبه للتحمر حيت ما درتش غير الصفر بوحدو خلطت انا بيض وصفر كيجيو غير هكا دوغي مذهبين بالنسبه لواحد الاختيار ممكن ملي يكونوا سخان دهنهم بشويه د الناباج ولا بشويه الكونفيتور ولا ما دهنهمش كاع المهم هذا غير اختيار نشوفكم ان شاء الله في طبق التقديم فوالا البنات هانتوما كما كتشوفوا ضغيتهم شي شويه بالكونفيتور شويه باش كيعطيو ديك اللمعه حيت ما بقاديش الناباج هانتوما كتشوفوا شوفوا كيف كتجي الورقه هذا العجين المورق انا هكا كندير لهم هذه هي طريقتي ما كنحمقش راسي بزاف مع العجين المورق نبقى ندير لي تور بزاف كنتمنى ان شاء الله دي شوسون بالتفاح يعجبوكم وتجربوهم هي باقا سخونه انا قسمت لكم وحده تشوفوها هانتوما شفتوا داك كتجي مقرمله بزاف كما كتشوفوا البنات حاولوا تبردوهم مزيان عاد تقدموهم حيت التفاح ما كيبردش دغيا خصو يبرد مزيان صافي كنتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديده بسلام عليكم.